بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، من قال في حقه ربي تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مرحبا بكم أيها الأحبة في الله في سلسلتنا المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، الصيام ما يتعلق به من أحكام. واليوم نتكلم كذلك يا أحباب إخواني في الله ما بدأناه بفضل الله تبارك وتعالى في الزكاة، وقلنا ونكرر لماذا نتكلم عن الزكاة يا أحبابي في شهر رمضان، لأن أغلب الناس يخرجون زكواتهم في رمضان. لأجل ذلك أردنا أن نوضح بعض الأمور التي تكلم عنها الفقهاء في موضوع الزكاة يا أحبابنا أخواننا في الله. صلوا بنا على سيدنا رسول الله. بعد أن تكلمنا عن الزكاة وعن شروطها وعن أحباب إخواني في الله وعن أنواعها وعن مقدارها، هذا أحبابي على طريق الإجمال، ولكن التفاصيل كثيرة جدا. واليوم نتكلم عن مسألتين إن شاء الله: جمعنا الزكاة وتحقق في مال الزكاة ووجب في مال الزكاة، وأنا أهل يا أحبابي إخواني في الله لأن أؤدي الزكاة، يعني فيها الشروط يا أحبابي. لمن تعطى الزكاة؟ يعني أنت معك مبلغ من المال بفضل الله تبارك وتعالى، ممكن أن تشتري به 85 جرام ذهب، نعم نقول لك يمر الحول، مر الحول يا عم الشيخ، وبلغنا النصاب بفضل الله رب العالمين، نصاب الزكاة. لمن نعطيها؟ صلي بنا على رسول الله. والحمد لله، الله تبارك وتعالى قد أجاب، فقال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية رقم 60 في سورة التوبة. أجاب الملك على لمن تعطي الزكاة التي تسمى في الفقه الإسلامي مصارف الزكاة. مصارف الزكاة تعطى لهؤلاء، للفقراء والمساكين أحباب إخوان في الله، للفقراء والمساكين والعاملين عليها أحباب إخوان في الله، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تعال نتكلم عن بعض المفردات التي هي قد تكون فيها لبس. الفقير معروف أيها الحبيب، قيل هو الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين قيل هو من يجد قوت يومه، وقيل المسكين والفقير يا أحبابي بمعنى واحد، صليتم على رسول الله. وقيل إذا ذكر الفقراء يا أحباب إخوان في الله يدخل فيهم كذلك يا أحباب إخوان المساكين، وكذلك إذا ذكرت لفظة المساكين فقط فإنما كذلك تشمل الفقراء. صلي بنا على رسول الله. يبقى الفقراء والمساكين والعاملين عليها، من هم يا أحباب هؤلاء العاملون عليها؟ صلي بنا على رسول الله. كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد سلفنا الصالح أنهم يجعلوا هناك من الناس أو من الموظفين يا أحباب إخوان في الله يرسلونهم إلى الأمصار وإلى البلاد يجمعون الزكوات. هذا الذي قد أرسله الأمير أو أرسله يا أحباب إخوان في الله ولي الأمر ليجمع الزكاة، جعل الله له نصيبا ويا أحباب إخوان في الله قدرا من المال، من زكاة المال، ليأخذها ليصرف على نفسه، يصرف على سفره، ويصرف على تعبه، كأنه مستأجر. يبقى هؤلاء من العاملون عليها أحباب إخواني في الله. والمؤلفة قلوبهم، من يا أحباب إخواني؟ قيل هم من المسلمين ومن غير المسلمين. من غير المسلمين يا أحباب إخواني في الله من فقرائهم تحبيبا لهم في الإسلام وترغيبا لهم في الإسلام، صلينا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المسلمين يا أحبابي من أسلم أيها الحبيب أخي في الله ليثبت ويربط على قلبه بفضل الله تبارك وتعالى، يستعين بما أعطاه الله تبارك وتعالى من هذا المال يا أحباب إخواني في الله، ويكون في إعطائه للمال يا أحباب إخواني في الله أحباب إخواني لفتة نظر لغيره ممن لم يسلم، يقول يا عم قد أعطوه فلان، أعطوا فلان، فيكون هو إيه داعية إلى الإسلام في هذا الموضوع. صليتم على رسول الله. المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، من هم يا أحباب إخواني في الله؟ من هم الغارمون؟ الغارمون أيها الأحبة في الله الذين هم يا أحباب إما أن يكون عليه دينا، إما يكون دين على يدين أعطوه بفضل الله تبارك وتعالى، أو إما أن يكون قد تحمل عن غيره دينا. يعني إزاي أحباب إخواني؟ واحد يا أحباب إخواني في الله راح يضمن واحد في ثلاجة أو في كذا أو في دين يا أحبابي، الرجل ما دفعش، يأتون بالضامن، فالضامن هنا جاز أن يأخذ من الزكاة. صل بنا على رسول الله. أو يا أحباب إخواني في الله من يتحمل تبيعة غيره في صلح يا أحباب إخواني في الله، واحد حب يصلح بين واحد قال له يعمد عليه 10,000 وعليه 20,000 وانت اللي تدفعها، فجاز لهذا الرجل أن يعطى يا أحباب إخواني كذلك من هذا المال، ولكن بشرط أن لا يكون في غير حاجة له يا أحباب إخواني. صليتم على سيدنا رسول الله. يبقى
الغارمون. ثم بعد ذلك حبيبي أخي في الله قال ربي تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. يعني الرقاب العبد الذي يكاتب، عبد يا أحبابي كان زمانا والحمد لله قد انتهت العبودية بفضل الله، يريد أن يا أحبابي أن يحل رقبته من يد سيده، فيعان بزكاة المال حتى يعطي للسيد المال حتى يقول له إذا فأنت حر يا أحبابي إخواني في الله. أو كان في عهد رسول الله عبد مسلم عند رجل غير مسلم، فيدفع لغير المسلم من زكاة المال ويقول له خلاص اخرج فاخرج بفضل الله تبارك وتعالى. وفي الرقاب والغارمين اللي احنا قلناهم فضل الله أصحاب الديون أو من يتحملون الديون. قالوا وفي سبيل الله، قال يقصد في سبيل الله تجهيز الجيوش وأحباب إخواني في الله المعدات للدولة وقيل الأمر العام يا أحباب إخواني في الله عند العجز بفضل الله تبارك وتعالى كبناء مستشفيات وبناء مش عارفه. قال بعض من العلماء يدخل في ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في سبيل الله، أي في الأمور العامة التي تعود بالمنفعة العامة على الجميع يا أحبابي إخوان في الله. رقم يا أحبابي 8 يا أحبابي والأخير أحبابي ابن السبيل، أي المسافر الذي قد انقطعت به، رجل في دولة في غير دولته ويريد العودة إلى دولته أو يريد الدولة والسفر إلى بلده، يجوز له أن يعطى من زكاة المال عشان يصل إلى مال إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. أنا هنا لست بغني يا أحبابي إخوان، فيجوز أن يعطى هنا ليسافر إلى بلده والله أعلى وأعلم. هذه الثمانية قد ذكرها ربنا كما قلنا في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية رقم 60 في سورة التوبة. النقطة التي بعدها أحبابي إخواني في الله، هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ الأصل أن تخرج في مكانك، في المكان الذي أنت فيه، ولكن لو كنت أنا أعلم علم اليقين أن المكان الذي أنا فيه كثير من يخرج فيه والبلد التي هي في المكان الفلاني أشد فقرا وأشد حاجة واحد، أو أنهم قرابة لي أهلي وناسي وأنا أعرفهم فقراء، قالوا هنا يجوز نقل الزكاة الزكوات يا أحبابي ونقل كل مال إن شاء الله يا أحبابي إلى هذه البلاد، يعني جاز نقل الزكاة عند الحاجة وعند تبين المصلحة العامة بإذن الله تبارك وتعالى وعند أقربائك الذين تعلم أنهم أصحاب حاجات. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأحبكم جميعا في الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.